استنكرت الرئاسة السورية تهديدات واشنطن الأخيرة للشخصيات التي ستزور معرض دمشق الدولي المزمع افتتاحه اليوم. وقالت بثينة شعبان المستشارة الإعلامية للرئيس السوري في مقابلة تلفزيونية إن الإجراءات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على سوريا غير شرعية ولا مصداقية دولية لها. واعتبرت المسؤولة السورية أن بلادها تتعرض لحرب عسكرية وفكرية وتاريخية تستهدف تدمير هويتها وتستهدف تدمير تاريخها أيضاً.